بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة الصف الثالث الثانوي، ازيكم شباب؟ نحل مع بعض النهارده النموذج العاشر من نماذج الامتحانات التدريبية، كتاب بنك الأسئلة المعاصر. السؤال الأول بيقول لي: إذا وضع جسم على مستوى مائل خشن وكان على وشك الانزلاق، فإن ظل زاوية الاحتكاك بيساوي كل من ما عدا نقط. طيب خد بالك من حاجة، هو الجسم عندك على وشك الحركة. بيقول لي فإن الظل زاوية الاحتكاك بيساوي كل من ما عدا، هل بيساوي مع الاحتكاك السكوني؟ هل النسبة بين مقدار رد الفعل العمودي ومقدار قوة رد الفعل المحصل؟ هل ظل الزاوية ميل مستوى مع الأفقي؟ هل ما عدا يعني النسبة بين مقدار الاحتكاك النهائي ومقدار رد الفعل العمودي؟ طيب بص يا شباب، هو الجسم وضع على مستوى أملس خشن، وضع يعني تحت تأثير وزن، مفيش قوة بتأثر عليه، يعني هو ممكن هنفترض إن إيه ينزلق لأحلى، الاحتكاك اللي هيتولد هيبقى لفوق، وزنه موجود عندي اهو تأثير وزنه، فركزوا معايا، هنا الوزن وهنا يتحلل في اتجاه واو جاها، وعندك هنا هيبقى في قوة احتكاك سكوني اللي هي ح س، اللي هي عبارة عن ميم س راء، وهنا بيكون في رد الفعل، هنا الواو جاها وهنا الواو جتاها. طيب في عندك رد فعل محصل موجود هنا، دي الشرطة بتعمل زاوية لام، ده رد الفعل المحصل. هتستنتج ان رد الفعل المحصل اللي عندك ده نقدر نعمله نسبة، يعني لو جبنا عملنا مثلث كده يا شباب قائم، اسقطنا عمود كده، فبقت دي قوة احتكاك سكوني. طيب لو قلت ظا لام اللي عندك هيساوي الاحتكاك السكوني، طبعا انت عندك الظاهر مقابل عن جاوب رد الفعل اللي هو ايه الموجود عندي، وعندك رد الفعل ايه المحصل اهو ريه الشرطة. طيب ريه الشرطة ممكن تيجي عن طريق ايه هنا؟ يعني مفيش نسبة تقدر تجيبها، انت لو قلت مثلا ان ظاهر لام هيساوي الاحتكاك ح س على ايه؟ على ريه، ولا احتكاك السكون على ايه؟ يا ظالم، هو بيتكلم عن هنا ظل زاوية الاحتكاك اللي هي لام بتساوي كل الاختيارات اللي عندك ما عدا. لاحظ ان ريه الشرطة مش هنقدر نعمل لها نسبة، يعني مش هنقدر نعمل نسبة بالظا أو حاجة عندك، فاهمين؟ فأنت عندك ظا لام بتساوي ح س على أي راس، يبقى ريه الشرطة ازاي يبقى وتر هنا؟ فاحنا بنشوف مين في الاختيارات غلط. طيب خد بالك من حاجة برضه، لو الجسم عندك قالك على وشك الانزلاق هيبقى أنت عندك عامل الاحتكاك السكوني بيساوي ظل الزاوية، دي برضه ملاحظة احنا حافظينها، معامل الاحتكاك السكوني اللي هو ميم س ده بيساوي ظا لام، وعندي برضه اللام هتساوي هاء على وشك الانزلاق، يبقى عندك ظا لام بتساوي ظا هاء، وعندك ظا لام اللي عندك ده هتساوي احتكاك السكوني على رد الفعل، بس خد بالك ده رد الفعل مش الايه مش المحصل، ده رد الفعل ايه العمودي. تعال نقرأ الاختيارات كده، بيقول لي بأن زاوية أو ظل زاوية الاحتكاك ظا لام، أول واحدة شوف كده أول اختيار، بيقول لي هل ألف مع يعني كله بيساوي واحدة ما عدا واحدة من التلاتة، يعني ما عدا واحدة من الأربعة، يعني في تلاتة صح وواحدة غلط. نقرأ كده، أول حاجة ما عدا معامل الاحتكاك السكوني، مع الاحتكاك السكوني اللي هو يبقى أول واحدة اختيار ده غلط مش هينفع، لأن هي صح دي صح معايا. طيب أنا تاني حاجة النسبة بين مقدار رد الفعل العمودي، رد الفعل العمودي ورد الفعل المحصل، لا دي مش موجودة، دي ما طلعتش معانا، يعني راء شرطة ما فيش نسبة كونها معاها، فالخطأ عندي هيبقى رقم باء. تعالوا نكمل كده قراءة عشان إيه نأكد الحل. ظل زاوية ميل المستوى على الأفقي موجودة، طب النسبة بين مقدار الاحتكاك النهائي اللي هو ح س ومقدار رد الفعل العمودي اللي صح موجودة، يبقى الخطأ عندنا اللي هو رقم باء. يبقى تاني يا شباب، الجسم موضوع على مستوى خشن مفيش قوة بتأثر عليه، لو كان في قوة بتأثر عليه كان الوضع اختلف، كان يبقى في قوة وحللناها واستنتجنا علاقة تانية، تمام؟ وبالتالي يعني القوة اللي بتأثر هيبقى في قوة تانية، مثلا قاف جتا سيتا مثلا الزاوية اللي عندك اللي هي هاء والكلام ده كله. لكن الوقت انت عندك هنا قوة احتكاك سكوني هتبقى تنشأ، لأن الجسم عندك موضوع ممكن ينزلق على وشك انزلاق لأسفل، يعني الحركة هتبقى ممكن لأسفل، فيبقى ميم س راء تبقى لفوق، وعندك رد الفعل موجود أهو، وده رد الفعل المحصل هنا، لكن تعمل مثلث قائم الظا هيساوي المقابل على المجاور، يعني ح س على إيه؟ اللي هي قوة الاحتكاك اللي عندي، تمام؟ ده قوة احتكاك إيه؟ السكون أو قوة احتكاك إيه؟ نهائي، لو الجسم على وشك الانزلاق.
فالخطأ اللي عندي اللي هيبقى رقم باء، لان ما اقدرش اجيب نسبة من رد الفعل عمودي بين الظالم، يعني الظالم مش هتدخل لي رأى شرطة معاه في علاقة. من الاخر كده يا شباب، يعني ظالم تساوي حاصل على، فالخطأ عندنا هيبقى رقم باء، لان النسبة بين مقدار رد الفعل العمودي ورد الفعل المحصل مش موجود نسبة بينهم. فهمتوا كده؟ لو كانت من الناحية التانية مثلا، يعني في رسمة بتبقى عندك لو جسم بيرمز ايه، يعني هنا هنا رد الفعل اهو زي ما احنا عارفين، وده رد الفعل المحصل، وده الاحتكاك السكوني. لو كانت لام هنا، يعني لو كان الجسم بينزلق عندك ايه، هنا لام اهيت، وهنا شرط رد الفعل المحصل جاي هنا. في الحالة دي لو كان في قوة بتأثر عليه، جت قوة تأثر عليه، لكن هو تحت تأثير وزنه. ففي الحالة دي النظام لام هتساوي الحا سين اللي عندك، احتكاك السكوني اهوت على ايه، رد الفعل اللي عندك. تمام، يعني هنا القوة الاحتكاك بتبقى في العكس يعني. تمام، لأن الجسم مثلا لو كان نازل لتحت كده الاحتكاك السكوني يبقى لفوق، لكن لو كان بيطلع لفوق كده يبقى قوة الاحتكاك هنا. تمام، لو كانت في قوة بتأثر عليه، لكن هنا تحت تأثير وزنه بس، تحت الوزن يعني زادك تحت، فالاحتكاك السكوني يجي العكس. لكن لو في حاجة كانت بتشده، قوة كانت بتشده كده، كان يبقى في احتكاك سكوني هنا، يبقى ظلام يساوي ح س على ايه، على ر، وبرضه رد الفعل المحصل مش هيبقى موجود معانا في المسألة. فهمنا؟ فالخطأ يبقى رقم باء. طيب نشوف السؤال اللي بعده. المسألة رقم 2 بيقول لي إذا كان خط عمل قاف بيساوي متجه س زائد متجه ص ينصف القطعة أ ب، هل سؤال في إحداثيها 3 وسالب 1 وكانت د إحداثيها 1 و4 منتصف أ ب، فإن عزم أو ج حول نقطة ب بيساوي نقط عين. لاحظ معايا إن الخط عامل القوة، قوة عندك إحداثيها كان كام وكام؟ واحد واحد، هي س زي ص، دي قوة. بينصف القطعة أ ب، عندك القطعة أ ب أهي، خط عمل القوة بينصف أ ب، وكانت د إحداثيها 1 و4 منتصف أ ب، يعني خط عمل القوة بيمر بنقطة د. عندك نقطة أ إحداثيها 3 وسالب 1، وعندك نقطة ب عايزين نجيب العزم حوالين نقطة ب. طب خد بالك من حاجة، طالما القوة اللي عندك بتنصف القطعة أ ب، معناها إن العزم حوالين نقطة أ هيساوي سالب العزم حوالين نقطة ب. يبقى أنت عشان تجيب العزم حوالين ب أنت مش محتاج تجيب نقطة ب، لأنه قال لك إن القوة بتمر بمنتصف أ ب، يبقى هتستنتج إن عزم القوة قاف حوالين أ، لو لفينا حوالين أ هتلاقي إيه؟ كده ماشي مع قارب الساعة بالسالب، كده يلف حوالين ب، هيلف بإيه؟ بالموجب، والمسافة هي المسافة، وأنت بتضرب أ د في إيه؟ في المتجه قاف اللي هي الذراع في القوة، وأنت بتضرب ب د في القوة، فنفس المسافة في القوة ونفس المسافة في القوة بس اللي يختلف الإشارة. فأنت هتستنتج بقى إن أنت لو جبت العزم حوالين نقطة أ ده وتغير إشارته يبقى أنت كده جبت العزم حوالين نقطة ب. طب إحنا كنا بنجيب العزم إزاي يا شباب؟ بنقول له الذراع اللي عندك اللي هو أ د كده كمتجه في القوة بتاعتك، كل الضرب اتجاهي. طب الأ د يا أولاد، أقول له د ناقص أ، خلاص الموضوع بسيط خالص اهو، انت بس هتغير الاشاره بعد ما تخلص. د ناقص أ اللي هو نقطة التأثير ناقص نقطة العزم اللي عندك. الدال كان إحداثها كام يا ولاد؟ الدال كانت 1 و4 يا ولاد. تمام كده يا شباب؟ يبقى تقول له هنا الدال كانت 1 و4 ناقص نقطة أ اللي هي 3 وسالب 1 في القوة قاف بتاعتك، قاف كانت إحداثها 1 و1، 1 ناقص 3 بسالب 2، و4 ناقص ناقص 1 يعني 4 زائد 1 بـ5، ضرب اتجاهي 1 و1، طرفين ناقص وسطين، ماشي. يبقى سالب 2 في 1 بسالب 2، وهنا سالب 5 في 1 بسالب 5 يطلع سالب 7. تمام، الناتج بتاعنا طلع 7 اللي هو عزم حول نقطة أ، وده المتجه بتاعنا. خد بالك احنا قلنا الألف عكس ب وعايز ب، فيبقى العزم حول نقطة ب هيساوي 7 في اتجاه متجه الوحدة عين. بس يبقى الإجابة بتاعتنا الصحيحة هتبقى رقم ب، محدش يتلخبط بقى ويقوم واخد بالموجب. خلاص يا شباب فهمنا الفكرة. يبقى أنت عندك العزم لو لفيته حوالين أ هيلف بالسالب، ولو لفيته حوالين ب الموجب هو هو نفس المقدار، لأن الذراع زي الذراع والقوة هي نفس القوة. تمام، طيب وصلنا للتمرين رقم 3. يقول لي قاف 1 وقاف 2 قوتان مقدار الأولى 4 سكر كيلو جرام، ومقدار المحصلة اللي هي 6 سكر كيلو جرام، والبعد بين قف واحد والمحصلة بيساوي 8 سنتيمتر. فإذا كانت قف واحد والمحصلة
تعملان في اتجاه واحد، فإن البعد بين القوة الأولى والقوة التانية بيساوي كام سنتي؟ طيب احنا عندنا القوة الأولى والقوة التانية، القوة الأولى مقدارها 4 سكر كيلو جرام، والمحصلة كانت 6 سكر كيلو جرام، والبعد بين القوة الأولى والمحصلة بيساوي 8 سنتي. فإذا كانت القوة الأولى والمحصلة بتعملان في اتجاه واحد، طالما القوة الأولى والمحصلة بيعملوا في اتجاه واحد يا شباب، يبقى الاتنين مع بعض، لأن القوة أو القوة في واحد تبقى القوة الكبيرة يعني، لأن المحصلة دايما بتعمل مع القوة الكبيرة. احنا لو خلينا مثلا هنا قاف اللي هي القوة الأولى، المقدار الأولى كانت 4 سكر كيلو جرام، المحصلة هتبقى معاها في نفس اتجاه، لأن المحصلة يا شباب بتكون في اتجاه الإيه؟ كبرى. خد بالك هنا أدي المحصلة، تمام، المحصلة كانت 6 سكر كيلو جرام، يبقى هو قال لي إن القوة الأولى المحصلة كانت في اتجاه، فهي في اتجاه، فالقاف اتنين هتبقى جوه ولا بره؟ لازم تبقى بره، لان المحصله في اتجاه قوه كبيره. فلو كانت هنا مش هينفع، ما ينفعش ان السته اللي عندك دي، ما ينفعش ان السته تبقى ايه هنا، يعني ما ينفعش القوه تبقى هنا وقوه هنا. تاني الكلام ده لو عكس الاتجاه، لو القوه اللي جت هنا القوه التانيه تبقى عكس الاتجاه، ما ينفعش. لكن هو قال لك ان السته في اتجاه القوه ايه كبيره، طالما في اتجاه القوه اللي هي الاربعه اللي هي الكبيره اللي عندك، وعندك المحصله بسته، لازم القوه التانيه تبقى هنا، فتبقى السته في النص بينهم مجموعهم يعني، فتبقى القوه التانيه في الحاله دي ب4 سكر كيلو جرام. محدش يتلخبط في الاسماء من اتجاه متضادين، لا، انت عندك قوتين مقدارهم 4 سكر كيلو جرام، والتانية اسمها قاف، ماشي، دي 4 ودي 2 اهي، 4 و2 6، 4 زائد 2 ليك 6. قوة 4، نقرأ تاني، القوة الأولى قاف واحد اهي كانت ب4، والمحصلة كانت ب6، والمحصلة كانت بتعمل في اتجاه القوة الأولى، طالما قال لي في القوة الأولى يعني في اتجاه القوة الكبيرة، مع القوة الكبيرة لو عملناها في القوة الكبيرة كده ما ينفعش تعمل بره، يعني ممكن طالب يقول لك انا هعمل دي في الاتجاه الكبيرة، اذا المحصلة اهي والاتجاه الكبيرة، المحصلة كانت 6 ودي تبقى دي في العكس كده، طبعا خطأ. يبقى كاتب لك هنا لا، خطأ الكلام ده، ما ينفعش، لان القوة الكبيرة دايما المحصلة بتكون مع القوة ايه الكبيرة، والتانية بتكون في عكس الاتجاه، فتبقى دي بره. فاهمين الكلام؟ وكمان المحصلة يا شباب كانت اكبر من مين؟ من الاربعة اللي هي القوة الاولى. في الحالة دي تبقى في اتجاهها وتبقى ايه اقل منه، يعني لاحظ ان الستة اكبر من اربعة. لو كان في الكلام ده، لو كانت الستة، لو العدد ده كان اقل من اربعة، كنت قلت اه دي في اتجاه متضادين. لكن لو حصل الكلام ده، كانت المحصلة في اتجاه احدى القوتين والتانية كانت في العكس، كانت لازم دي تبقى اقل من دي، لازم المحصلة. يا شباب اقولها تاني اهو، يعني انا ما ينفعش اعملها في اتجاه متضادين هنا، ليه؟ لان انت عندك المحصلة كانت اكبر من القوة، طالما المحصلة اللي عندك كانت أكبر من القوة يبقى لازم تبقى في النص، لكن لو المحصلة كانت أقل من القوة اللي عندك كانت هتبقى معاها والتانية في نفس الاتجاه، هتكون أقل منها، لأن هتبقى نتيجة الفرق بين القوة دي والقوة دي. تاني يا شباب عشان اللي بتلخبط في الجزئية دي، بنحدد الرسمة ازاي؟ من الأول خالص هو قال لك إن المحصلة كان الحل من الأول هنا خالص عشان مش فاهم، المحصلة كانت أكبر من القوة الأولى، طالما أكبر من القوة الأولى وتعمل في اتجاهها يعني الاتنين في اتجاه واحد. طب أقارن بقى بين المحصلة والقوة الأولى، لو كانت المحصلة اللي عندي أقل من القوة الأولى كانت أقل، يبقى عكس الاتجاه، يبقى قوتين الاتنين في عكس الاتجاه، طالما قوة المحصلة أكبر من القوة الأولى يبقى هي معاها في نفس الاتجاه وتبقى المحصلة في النص، فتبقى المحصلة عندك هنا أدي 6، وأدي القوة الأولى اللي هي كانت ب4، والقوة التانية هنا تبقى ب2، ده الحل الصح. إنما لو كانت ح أقل من القوة الأولى وتعمل في اتجاهها، يبقى أنت عندك القوة الأولى اهيت، المحصلة معاها تبقى بره، ليه؟ لأن ح كانت أقل من قاف، لأنها تستنتج إن ح بتساوي إن قاف واحد ناقص قاف اتنين. فهمتوا الفكرة يا شباب؟ لأن في الحالة دي المحصلة كانت أقل من قاف واحد، تمام؟ لما المحصلة تبقى أقل من قاف واحد بنعمل الرسمة دي، لكن المحصلة تبقى أكبر من قاف واحد بنعمل الرسمة دي، المحصلة تبقى في النص وتبقى مجموعهم هما الاتنين. فعملنا المحصلة في النص أهو عبارة عن مجموعهم الاتنين، يبقى 4 زائد 2، يبقى القوة التانية ناقصة ب2. حلو كده، تمام، فهمنا؟ طبعا والبعد بين القوة الأولى المحصلة كان بيساوي كام سنتي؟ كان بيساوي 8 سنتي. كده خلاص نقدر نقول هنا أ وهنا ب وهنا ج، نجيب العزم، حاول نطلع ج مساوي بصفر، وأقول له الأربعة في 8 بتساوي الاتنين في الجزء ده اللي هو ص، 32 على 6 على 2 في 16، يبقى الص بتساوي 16 سنتي. محدش بقى يستعجل ويشوف بقى هو طالب البعد بين مين ومين في المسألة، هل هو طالب البعد بين المحصلة والقوة الأولى؟ بيطلب منك يعني مش شرط ال 16 دي، لأن 16 دي البعد بين المحصلة والقوة التانية، لو عايز البعد بقى بين قاف واحد وقاف اتنين، قاف واحد وقاف اتنين يبقى 16 و8 24.
يبقى البعد 24 سنتيمتر اللي هي المسافة بين الألف والب. الاختيار بتاعنا هنختاره رقم د، يبقى الإجابة بتاعتنا شباب رقم د. محدش يتلخبط في الاختيارات، متعرفش في المسألة وفي الآخر ضيع مجهودك في الفاضي في المختار 16. لأ، شوف هو طالب منك إيه. طيب ننتقل للسؤال اللي بعده. الشرط اللازم والكافي لاتزان مجموعة من القوة هو، رقم أ انعدام متجه مجموع القوة. مش شرط عندي شباب أن تكون متلاكية في نقطة واحدة، مش شرط، وأن تكون متوازية مش شرط، مع التوازية كنا عاملينها فوقيات وما طلعتش إيه المجموعة متزنة، ولكن إحنا خدنا قبل كده في شرط الاتزان العام لازم تكون المحصلة بصفر والمجموع الجبري للقوتين في اتجاهين متعامدين بصفر والعزم حوالين أي نقطة بيساوي صفر، فناخد الاختيار الأخير اللي هو اتجاه انعدام متجه مجموع قوة وانعدام متجه العزوم حول نفس النقطة. يعني بتلاحظ إن المحصلة بتساوي صفر، إن هي س بتساوي صفر والصاد بتساوي صفر، ده شرط يا ولاد الاتزان العام لازم نحلهم مع بعض. المحصلة بتساوي صفر يعني س بتساوي صفر والصاد بتساوي صفر، وعند المجموع الجبري لإيه لمجموع العزوم كلها بتساوي صفر حول أي نقطة، أو عزم الازدواج اللي عندك لو كان في ازدواج أهو، اللي عندك هنا قوة وهنا قوة، لو جيت تجيب العزم اللي عندك هيبقى موجود ليه قيمة عندك موجودة، ولكن المحصلة بتاعتك بتبقى صفر، دي بتلاشي ليه. فلازم الشرطين يتحققوا، يعني لازم تنعدم متجه مجموع القوة، يعني انت لما تجمع قوة في سالب قوة يبقى بصفر، وانعدام كمان متجه العزوم، لأن لو هي جبت العزم يبقى ليه قيمة، فاهمين؟ فما ينفعش حتى في الازدواج يحصل الكلام ده. فلازم شرط الاتزان العام إن المحصلة بتساوي صفر بتنعدم، ويكون طبعا عزم القوة حول أي نقطة بيساوي صفر، تمام، وانعدام متجه عزم القوة حول أي نقطة، يبقى ده شرط الاتزان العام. الاتزان العام عشان الجسم يتزن اتزان عام لازم المحصلة بتساوي صفر، يعني المحصلة يعني س بتساوي صفر وصاد بصفر، اليمين بيساوي الشمال والفوق بيساوي تحت. طبعا ما ينفعش توازي فقط، يعني انعدام متجه مجموع قوة ق دي بتلاشي ليه، مش هتنفع برضه. ليه؟ لأن لما تيجي تحسب العزم يبقى موجود القوة في ذراعها، فالشرط الأولاني مش هينفعش. أن تكون متلاقية في نقطة مش شرط برضه، أن يتلاقوا في نقطة ويبقى الجسم متزن مش شرط، ممكن الجسم يتحرك تمام يبقى في قوة بتأثر عليه. أن تكون متوازية طلعت معانا لها قيمة مش شرط، لكن الشرط بتاع الاتزان العام إن المحصلة تبقى بصفر، وعندي إيه تاني؟ عزم القوة حول أي نقطة بيساوي صفر، اللي هو الشرط اللي بنحل بيه في المسألة لما يجي لي مثلا قضيب متزن على وتدين، عشان الجسم متزن وبنعمل رد فعل الأعلى ورد فعل الأسفل، فكنا بنقول المحاها بيساوي صفر واللي الجسم متزن، فكنا بنشتغل على الفكرة دي. ان المحصله بصفر يعني س بتساوي صفر وص بصفر، اللي فوق بيساوي لتحت واليمين بيساوي الشمال، والكلام ده كله يا اولاد لو كان في عندك ايه الدوران يقول لك مثلا دار حوالين نقطه، بيدور حوالين نقطه، فتجيب العزم حوالين النقطه دي عشان تلاقي قوه، تمام، اللي هي عزم حوالين اي نقطه بيساوي ايه صفر مثلا، ماشي. فلازم الشرطين مع بعض، تمام. ومعانا برضو افكار كتير زي مساله السلم اللي بيبقى ايه مستند على حيطه وارض خشنه وينزلق والكلام ده كله، واللي بيشتغل بالفكره دي بيقول لي جسم على وشك الايه الانزلاق والكلام ده كله يا شباب. فهو بيقول لك الشرط اللازم والكافي لاتزان مجموعه من القوه عشان الجسم ما يتحركش من مكانه، لازم تنعدم مجموع انعدام متجه مجموع قوه وانعدام متجه عزوم قوه حول نفس ايه النقطه، يبقى الاجابه بتاعتنا تبقى رقم د. وضحنا فهمنا الفكره يا شباب. طيب وصلنا للسؤال اللي بعده رقم 5، بيقول لي ا ب ج د ه واو السداسي منتظم طول ضلعه 8 سنتيمتر، أثرت قوة مقدارها 3.8 و3.8 سكر كيلوغرام في اتجاه الشعاع ألف ب وج ب وده الهاء وواو هاء على الترتيب، إذا كانت المجموعة تكافئ في ازدواج فإن معيار العزم. تعالوا كده نرسمها شرفها بسداسي منتظم يا شباب. إحنا رسمنا الشغلة يا شباب، قوة كل واحدة بتأثر في اتجاه معين، العزم التمانية والتمانية بكام ازدواج والتلاتة بتلاتة بكام ازدواج، خلاص. طيب هنا في بعد عمودي أسقطنا عمود أهو، بقول لك إن البعد عندك كان الثلاثي منتظم 8، فتلاحظ دي من خواص الثلاثي اللي هي 8 جذر 3 والقطع هنا 8 جذر 3 بيساوي بعض. هنجيب الازدواج الاولاني، القوة الأولى مثلا 3 و3 بيكونوا ازدواج، لو نجيب 1 بتساوي اللي هي قوة 3 و3 بيكونوا ازدواج. قياسه الجبري لو نجيب 1 بيساوي ناخد 3 مع عقرب الساعة تبقى سالب 3 في البعد العمودي اللي هو 8 جذر 3 يبقى سالب 24 جذر ايه؟ 3، تمام؟ يبقى سالب العزم الأولاني بيساوي سالب 24، اللي هو القياس الجبري بتاع الولاد بيساوي سالب 24 جذر 3، جبنا القياس الجبري، ماشي. بعد كده بنجيب التاني، العزم التاني، عزم الزواج التاني، القياس الجبري ليه للقوة اللي هي كانت 8 و8 بيكون الزواج، 8 بتلف
كده عكس عقارب الساعة يبقى 8، البعد العمودي اللي هو 8 جذر 3 هيطلع ب64 جذر 3. ركبنا كده القياس الجبري للاستواء العزم الاستواء الأولاني وعزم الاستواء التاني. وخد بالك المجموعة تكافئ ازدواج المحصلة بتاعته يا أولاد. هنجمع بقى ج واحد زائد ج اتنين حتى يبقى جسم متزن، يعني ازدواج بيكافئ ازدواج تاني عشان يوقف الجسم ويجعله ايه متزن. يبقى انت عندك المجموعة تكافئ ازدواج. عايزين نجيب معيار عزمه، يبقى ج واحد زائد ج اتنين هيساوي، هنجمعه مع بعض يديك سالب 24 جذر 3 زائد 64 جذر 3 تطلع 40 جذر 3، والتماس بتاعنا ثقل كيلو جرام. يبقى احنا جبنا القياس الجبري للازدواج الاول والازدواج الثاني وجمعناهم يساوي صفر، لان المجموعه تكافئ ازدواج. ماشي، ازدواج بيوقفوا ازدواج. ماشي، يبقى الازدواج الكلي او المقدار كله على بعضه يا اولاد، معيار عزم المحصله الازدواج الاول والازدواج الثاني يساوي 40 جذر 3. فهمنا؟ يبقى طالما قال لي مجموعة تكافئ ازدواج، المعيار العزم المحصلة بتاعتي نتيجة العزم الأول، عزم الازدواج الأول وعزم الازدواج التاني بيتجمعوا على بعض عشان يجيب إيه؟ معيار عزم المحصلة اللي عندي، يطلع 40 جذر 3. ثلاث قوى مقاديرها 10.5 و12 19.5 تعمل في اتجاه الشعاع أ ب و ب ج و ج أ على الترتيب من المثلث أ ب ج، وعند أ ج بيساوي 13 سنتيمتر. فإن معيار عزم الازدواج الذي يكافئ قوى الثلاث بيساوي نقط نيوتن سنتي. بنلاحظ إن الأضلاع عندنا كلها أقوى في ترتيب دوري واحد، يعني مجموعة بتكافئ ازدواج. إحنا ممكن نقسم يا أولاد كل ضلع أو كل قوة على الضلع بتاعها، يعني نقول مثلا 10.5 على أ ب هتساوي 12 على ب ج تساوي قوة 19.5 على 13. نقدر نجيب الأ ب نعمل طرفين في وسطين، أ ب بتساوي 10.5 في 19 في 13 19.5، وال ب ج بتساوي 12 في 13 على 19.5. نحسبها بالآلة الحاسبة هيطلع طول الأ ب 7 سنتيمتر وال ب ج طلع 8 سنتيمتر. تمام، نشوف بعدها نكملها كده يا ولاد. نعمل بقى الايه النسب بتاعتنا. لاحظ ان النسبة الأخيرة هتتبسط لو عملناها على تطلع 3 على 2، يعني 12 على 8 على 4 في 3، وهنا على 4 في 2 تطلع نسبة 3 على 2 عندنا يعني. تمام، طيب احنا عايزين زاوية، عايزين نجيب زاوية ايه؟ زاوية ب، عشان نقدر نجيب مساحة المثلث اللي هي نص حاصل ضرب الضلعين في الزاوية بينهم في النسبة بتاعتك في اتجاه دوران اللي هو ايه جنب السالب، عشان انت عندك بتكافئ ازدواج كده بنلف مع عقارب الساعة. طب انت عشان تجيب الكلام ده لازم تجيب 2 في مساحة المثلث اللي هو يا ولاد الازدواج بقى اللي انت عايزه، معيار عزم الازدواج مثلا، معيار عزم الازدواج كان يعني بيساوي 2 في مساحة المثلث في النسبة الثابتة اللي هي 3 على 2. طب تجيب مساحة المثلث ازاي؟ لازم نجيب الزاوية دي. طب نجيبها ازاي يا ولاد؟ هنطارن قانون خلاف تاني اعداد اللي هو جتا ب، فاكرينه؟ بناخد الضلع المربع اللي طلعت ب7 خلاص 7 سنتي واللي طلعت ب8، يعني بقول له 7 تربيع ب49 وهنا 8 تربيع ب64 ناقص 13 تربيع ب169 على 2 في 7 في 8. نعملها على الحسبة ونشوف الناتج هيطلع معانا بكام. جتا سيتا، مش نوقف الفيديو، طلع الناتج معانا بسالب نص يا ولاد على الآلة. والتالي قياس زاوية ب جتا 60 بنص بس الإشارة سالبة، يبقى 180 ناقص 60 ب 120 درجة، يعني زاوية ب 120 زاوية من الفرق هنا يا ولاد. يبقى مساحة المثلث تقول له تعالى بقى اجيب عامل العزم، قول له 2 في مساحة المثلث هي 2 في مساحة المثلث اللي هي نص حاصل ضرب الضلعين اللي هو 7 في 8 في جزء الزاوية المحصورة، نص حاصل ضرب الضلعين في جيب الزاوية، جيب الزاوية اللي هي 120 في 3 على 2. تمام،
فإن معيار العزم، خد بالك وهي طبعا الإشارة بتاعتنا بالسالب، بس إحنا خدنا القيمة المطلقة عشان تطلع بالموجب لأنه عايز معيار العزم. فاهمين؟ هي كانت بالسالب هي ولا بتلف، لو ما كانش أي كلمة معيار كنا خدنا السالب مع عايز معيار عزم الزاوية، يبقى الناتج يطلع قيمة مطلقة، شيل الاتنين مع الاتنين من 7 × 8 = 56 في جاي 120 في 3 على 2، 56 على 2 هنجيب نصها، وهنا جاي 120 اللي هي جاي 60 بجذر 3 على 2 تبقى 56. وهنا في كام؟ في 3 كمان معانا يا شباب، يعني هنا في 3 اللي عندك يبقى 56 على 4 في 3 يعني 16، 56 على 4 = 16 في 3 = 48 بحسابات اللي كده 56 على 4، 56 احسب العدد على 4 14 يا شباب، 14 في 3 ب 42 يبقى 42 جذر 3 نيوتن في سنتي. بس كده اتحلت المسألة. عايز معيار عزم الأسلاك، يبقى انت القاعدة عندك بتقول له 2 في مساحة المثلث في النسبة اللي عندك، لأن بتكافئ الزواج كل ضلع بقى بيتناسب كل قوة بتناسب مع الضلع، بتجيب النسبة بتاعتك. فهمنا؟ يبقى دي فكرة حل المسألة وده إيجاد الناتج. طيب السؤال رقم 7 بيقول لي جسم وزنه 6 ثقل كيلوغرام موضوع على مستوى أفقي خشب ومعامل الاحتكاك السكوني بينه وبين الجسم أو المستوى يساوي نص، أثرت عليه قوة مقدارها قاف ثقل كيلوغرام وتميل بزاوية 45 على المستوى الأفقي، إذا كان الجسم على وشك الحركة فإن قاف بتساوي نقطة. نرسم كده مع بعض التمرين يا شباب. جسم وزنه 6 هذا الجسم، في وزن ده رد فعل، في قوة أفقية، قوة تميل على الأفقي بزاوية قياس 45 درجة، هنا نحلل القوة والقاف جت 45 وهنا قاف ج 45، هنا بيكون في رد فعل الأعلى وهنا الوزن الأسفل، الوزن كان 6 ثقل كيلوغرام. جسم وزنه 6 ثقل كيلوغرام موضوع مستوى في خشب وعامل احتكاك سكوني بينه وبين الجسم، هنا في قوة طبعا، فينا قوة احتكاك سكوني بتولد اللي هي ميم س راء، قوة احتكاك سكوني هي عبارة عن ميم س في راء، وعامل احتكاك سكوني بنص يعني نص في ر، وعندك رد الفعل بتاع نعمل بقى يا ولاد القوة عندك متزنة، الجسم على وشك الحركة، طالما على وشك الحركة يبقى انت عندك س بتساوي صفر وص بتساوي صفر، تمام؟ يبقى اليمين بيساوي الشمال واللي فوق بيساوي لتحت. طيب جتا 45 عارفين اللي واحد على جذر 2، هنعوض على طول من قاف جتا هاء اليمين بيساوي الشمال بيساوي معامل الاحتكاك السكوني في رد الفعل عشان تبقى فاهم. عوض بقى قاف اهي جتا 45 واحد على جذر 2 معامل الاحتكاك السكوني اللي هو نص في رد الفعل، تمام؟ انت عندك رد الفعل لما تجمع عليه اللي فوق بيساوي تحت، يعني راء زائد قاف ج 45 بتساوي 6، يعني راء زائد قاف في ج 45 اللي هي 1 على جذر 2 بتساوي 6، يعني راء بتساوي 6 ناقص قاف على جذر 2. عوض بقى من راء هنا المعادله اللي فوق عشان تجيب قاف، وعايز ايه في المساله؟ عايز قاف، يبقى قاف في 1 على جذر 2، شايفين كده؟ قاف في 1 على جذر 2 اهيت، نكمل يعني شباب بتساوي نص، ونفتح قوس نحط مكانه 6 ناقص قاف على جذر 2. هنا هنضرب في جذر 2 كله عشان نتخلص، يبقى قاف بتساوي جذر 2 على 2 في 6 ناقص قاف على جذر 2، يبقى قاف بتساوي هنضرب تبقى 3 جذر 2 ناقص الاتنين تتضرب هنا والجذر 2 تروح تبقى قاف على 2. هنا قاف هي جيلها نص يعني 1.5 قاف، 1.5 قاف يعني 3 على 2 قاف بتساوي 3 جذر 2، شيل 3 مع 3 يبقى قاف بتساوي 2 جذر 2. الإجابة بتاعتنا هتبقى رقم ألف، رقم ألف يا شباب ركز كده معايا، رقم احنا في رقم كام؟ رقم 7، تمام. الإجابة هي 2 جذر 2 موجودة، تمام، وتمييز ثقل كيلوغرام، تمام يا شباب واضح كده؟ بتكتبوا معايا يبقى قاف بيساوي 2 جذر 3، هتقول ايه 2 جذر 2 رقم ايه؟ ألف. طيب كده خلصنا السؤال اللي هو رقم 7، احنا في رقم 7 يا شباب عشان ما تلخبطوش في الحل، رقم 7 ماشي، ورسمنا المسألة اهيت، واستفدنا ان الجسم كان على وشك الحركة ان اليمين بيساوي الشمال واللي فوق بيساوي تحت، خلاص كده واضح الحل قدامنا اهي.
يجيبوها كده بهدوء عشان مثلا تتكرر في الامتحانات، يعني الفكرة واحدة خلاص، هي الأفكار واحدة يا شباب، لكن يعني طرق الحل حسب بقى التعود، يعني الطريقة يعني ممكن الطالب يحفظ الطريقة ولكن يطبق يتلخبط في الامتحان، فلازم تتمرن برضه عليها. ماشي، يبقى فاهم كده الفكرة إيه، بس صفي المسألة بتاعتك وخد بالك من الإشارات والكلام ده كله. طيب وصلنا لمسألة رقم 8، هنا بيقول لي قوتان متوازيتان وتعملان في اتجاهين متضادين، واحدة 5 وواحدة 12، فإن مقدار المحصلة بالنيوتن بيساوي كام؟ لاحظ معايا إن هما اتجاهين متضادين، طالما اتجاهين متضادين يعني المحصلة مع قوة كبيرة، على طول كده يا شباب تبقى فاهم. هما اتجاهين متضادين اهو، عملنا قوة مثلا هنا تحت وقوة فوق، وقلنا إن القوة خد بالك متضادين يبقى المحصلة بره، يعني أنت مثلا اخترت القوة الأولى 5 زي ما هو قال لك هنا والتانية 12، ماشي أي حاجة 5 وهنا 12، المحصلة تبقى عاملين معاك كبيرة، بس ما تحطهاش في النص، حطها بره، حطها في النص، لو الاتنين في نفس الاتجاه متوازيين تبقى المحصلة في النص وتساوي مجموعهم، لكن هما اللي في اتجاهين متضادين يبقى المحصلة معاك كبيرة، وتبقى إيه؟ تبقى الفرق بين الكبيرة ناقص الصغيرة، وعمرها ما تبقى أكبر من الكبيرة، لأن المحصلة بتاعتهم الناتج بتاعهم يا ولاد بيساوي ده ناقص ده اللي فوق ناقص اللي تحت، يعني أنت مثلا واحد بيسوق عربية بقوة يعني بقوة 12 مثلا، والتاني بيسوق بقوة 5، فعاكسين في اتجاه متضادين، فالمحصلة بتاعتهم تبقى إيه؟ تبقى 7، فاكرين الحاجات دي زي ده بتشد الحبل والكلام دي، الكلام ده كله بناخده في تانية ثانوي، فالمحصلة بتبقى مع القوة الكبيرة دايما، المحصلة مع القوة الكبيرة، تمام؟ سواء بقى اتجاهين مع بعض او عكس الاتجاه، لو مع بعض طبعا زي ما قلنا هتبقى في النص، يعني اللي جت كده هتيجي المحصله هنا في النص وتبقى مجموعهم هما الاثنين، لكن دي 5 في ناحيه ودي دي 12 في ناحيه، فالمحصله تبقى في اتجاه كبير وبره، ما تبقاش في جوه، تبقى فين؟ بره هنا، خد بالكوا يا شباب عشان كده بتلخبط، تمام؟ فالمحصله تكون بره، وتكون دايما عارف ان المحصله اقل من القوه، يعني خدنا من شويه تمرين وقال لي ان الاثنين كانوا في اتجاه متضادين، المحصله كان جايبها اقل من القوه دي، يقول لك تعمل في اتجاه اقل منه، فاحنا عرفنا على طول ان هما الاثنين في اتجاه واحد، بس المحصله بره والقوه الثانيه هنا اللي هي الصغيره، يبقى الكبيره بتبقى هنا، المحصله دايما مع قوه كبيره، المحصله دايما مع قوه كبيره في اتجاهها، ولو كانت المحصله اقل من القوه الكبيره الاثنين متضادين، ولو كانت المحصله اصغر من القوه، كانت المحصله اكبر من القوه الكبيره يبقى المحصله تيجي في النص، يعني المحصله لو اصغر من القوه الكبيره هتيجي بره والثانيه هنا، ولو الاثنين كانوا بيساووا بعض، لو المحصله كانت اكبر من القوه اللي عندك، اكبر من القوه دي اكبر من دي، يبقى تيجي في النص كده، تتعادل الرسمه كده، هيبقى المحصله هنا، لان المحصله هتبقى اكبر من القوه الاولى وكذلك اكبر من القوه الثانيه، تمام؟ لكن هي المحصله كانت اقل من اي من القوه الكبيره، تمام؟ هو قال لك اصلا هما اتجاهين متضادين، يعني تلقط الكلام كده من الحل، قوتين متوازيتين بتاعنا في اتجاهين متضادين، واحده 5 وواحده 12، على طول تستنتج ان المحصله تبقى صغيره، الفرق بينهم يطلع بكام؟ ب7، اللي هي 12 ناقص 5 ب7، فالإجابة بتاعتنا تبقى رقم إيه؟ ده سؤال مباشر يا شباب بس عايز فهم عشان ما تلخبطش. طيب وصلنا للتمرين رقم، يبقى خلاص 8 عملناها ألف ولا دي 7؟ تاني كده عشان ما تلخبطش يا شباب فكرة، إحنا بنحل وقت رقم 7 مش كده؟ طيب إحنا حلنا رقم كام؟ ديت قوتين متوازيتين في رقم متوازي، رقم 8 حلناها طلعت 1000. تمام، اهي معايا قوتين متوازيتين وتعملان في اتجاهين متضادين، يبقى رقم 1000، رقم 8 1000، ماشي دي رقم ايه؟ 8 رقم 1000. السؤال اللي بعده رقم 7 كان رقم 1000 برضه. تعالوا نشوف المسألة اللي بعدها. تمام كده يا شباب، نشوف المسألة اللي بعدها. رقم 9، يبقى خلاص احنا عملنا رقم 8 زي ما احنا مختارين، رقم ايه؟ ألف، طلع الحل بكام؟ ب7، والسؤال اللي قبليه رقم 7 كنا عملناه 2 جذر 2 طلعت رقم 1000، ماشي؟ هعلمه معايا كده على الإجابات في الكتاب عندكم. رقم اللي بعده رقم 9، بيقول لي ارتكى السلم منتظم ووزنه 40 سكر كيلوغرام بأحد طرفيه على حائط رأسي أملس وبطرفه الآخر على أرض أفقية خشنة، بحيث يقع في مستوى رأسي عمودي على الحائط ويميل على الأفق بزاوية قياسها 45 درجة، صعد ولد وزنه يساوي وزن السلم فأصبح السلم على وشك الانزلاق عندما يقطع مسافة 3/4 طول السلم، فإن معامل احتكاك السكوني بين الأرض والسلم بيساوي نقط. طيب نرسمها مع بعض كده، مسألة سلم، السلم يرتكز السلم وزنه 40 كيلوغرام، أحد طرفيه على حائط رأسي أملس والطرف الآخر على أرض أفقية خشنة، الحيطة بلساء والأرض خشنة، نستفيد إيه يا شباب؟
طبعا يستفيد رد الفعل هنا يكون عمودي لأنه بيستند، فين رد فعل الحيطة؟ تمام. وهنا هيبقى خشن، يبقى فيه معامل احتكاك سكوني كده، لأن لو نظرك هيجي الناحية دي كده يبقى المقاومة هنا رد الفعل ام سي مراعي نوع الاحتكاك السكوني. هو الاحتكاك السكوني اللي عندك في رد الفعل الأعلى، دي هنسميها ري واحد، ودي هنسميها ري اتنين، ودي هنسميها ري اتنين. تمام، دي حاجات تبقى عارفها وانت بتشتغل. خلاص احنا هو ما قالش ده ان هو منتظم او يعني في التمرين ما قالش اي حاجة، يعني هو نقرأ كده تاني. ويميل بزاوية 45، تمام، الزاوية هنا 45 درجة. صعد ولد وزنه يساوي وزن السلم. طيب يعني السلم كان وزنه 40 مثلا هنا، وتاني وصعد سلم وزنه، يعني صعد طفل، صعد ولد وزنه يساوي وزن السلم، فأصبح السلم على وشك الانزلاق في حالة لما يقطع تلات أرباع مسافة طول السلم كله. فاحنا نفرض مثلا طول السلم كله اسمه لام مثلا، ماشي، والوزن كان عندك 40، ولا الطفل طلع مسافة ايه 40، يعني في وزن كمان حمل على السلم. فبيقول أوجد معامل احتكاك السكوني بين الأرض والسلم عندما يكون على وشك الانزلاق عندما يقطع مسافة تلات أرباع طول السلم. طيب احنا هنفرض إن السلم كله مثلا بسين، والسلم أو الطفل مشى مسافة تلات أرباع السين اللي عندنا، ماشي، طلع تلات أرباع المسافة. طيب هو على وشك الانزلاق، طبعا ده خشن اهوت وده أدنس، يعني هنلاحظ إن السين بتساوي صفر والصاد بتساوي صفر، المحصلة بتساوي صفر، يبقى أجيب اليمين بيساوي الشمال واللي فوق بيساوي اللي تحت. يبقى أنت عندك رد الفعل الأولاني اللي هو ده بيساوي ميم سين راء واحد، ميم سين راء اتنين. طيب وعندك رد الفعل التاني اللي فوق هيساوي تحت، يعني راء اتنين دي هتساوي 40 زائد 40، يا راء اتنين هتساوي 80، يعني 80 والتمييز بتاعنا سوق الكيلوغرام. تعال عوض بقى هنا، يبقى انت عندك ري واحد هتساوي ميم سين في 80 او 80 ميم سين. طيب تقدر تجيب العزوم مثلا حوالين النقطة اللي هنا، يعني نسميها مثلا ب، يعني تقول هنا ألف وهنا ب، السلم عندك ما كانش ذاكر اسم سميناه ألف وب. هنجيب العزوم بقى هنحط ب، العزم حوالين النقطة بيساوي صفر، الجسم كان على وشك الانزلاق، فده هيتلاشى وده هيتلاشى. الري واحد هتلف كده، والسلم كان سين، يعني ده مقابل للخمسة وأربعين، تبقى السين هنا هي 45. تمام، يبقى انت هتاخد الري واحد في سين هي 45، انت تاخد الأربعين، الأربعين هتلف عكس عقارب الساعة زائد 40 في الضلع ده. انت عندك هنا ده الوزن، انت عندك هنا يتك السلم منتظم، اه منتظم يا شباب، احنا مش واخدين بالنا منها، منتظم بقى في النص على طول، دي نص سين، مش واخد بالي من كلمة منتظم، يعني تاك السلم منتظم وزنه 40، يبقى دي نص سين اهي، يبقى الوزن في المنتصف والطفل طلع في تلات ارباع سين، يبقى الوزن بيبعد عن النقطة هنا نص سين، وهنا المركز أو النقطة اللي احنا ممثلين منها الطفل، الطفل واقف هنا اهو، بيبعد تلات ارباع طول السلم كله. فلما تيجي تاخد ال 40 دي هتاخد هنا نص سين جتا 45، يعني المسافة دي ده هي شباب شايفين بقى عند مثلث قائم اهو، دي 45 وده نص سين، يبقى دي نص سين اللي هي الضلع ده، يعني نص سين جتا 45، يبقى فيه نص سين جتا 45. وتاخد الوزن التاني اللي هو ده 40 ده زائد، لأنه بيلف عكس عقارب الساعة، زائد 40 اهو في تلات أرباع سين جتا 45، كل ده بيساوي صفر، تمام، كل ده بصفر، جا وجتا وجتا كلهم بيساوي بعض، كلهم بواحد على جزر الاتنين يروحوا، وسين هتروح مع سين هتروح مع سين، يتبقى ر واحد هنا زائد نص الأربعين 20 زائد تلات أرباع الأربعين في التلاتين بيساوي صفر. يبقى انت عندك رد الفعل، خد بالك قلنا ان دي بالسالب، شايفين لانه كان بيلف كده مع عقارب الساعة، يبقى سالب اهو، فتبقى ال ر واحد تساوي 50، يعني لو ده بعكس الإشارة يبقى ر واحد ب50، رد الفعل الأولاني ده ب50. طب هو عايز ايه تاني؟ عايز ميم سي بقى، وعامل احتكاك السكون. طيب نعوض، انت عندك ر واحد جبتها عندك ب50، وعندك ر اتنين تقدر تجيب ميم سي بقى، تقول ميم سي، عوض هنا عشان ما تلخبطش، انت عندك ر واحد اهو بهدوء خالص في ميم سين بتساوي ر اتنين، يبقى نستنتج ان ر واحد كان ب50 معامل احتكاك السكوني بيساوي ميم سين
في ريتم بكام؟ 80. يبقى هنا يطلع الناتج هيطلع 80 على 50. مظبوطة يا شباب، 8 على 5 موجودة في الاختيار. تأكد دايما من الحل كده، لو في حاجة إشارة كده تراجع تاني الحل، ممكن حاجة من السهو الحاجة وأنت بتحل بسرعة أو كده، فالحاجة أنت عايز هدوء يعني تركزوا. ماشي، هي الفكرة واحدة بس، ولكن إزاي تتعامل معاها وتبقى فاهم وتقرأ تاني وتالت. إحنا قرأنا أول مرة ما لقيناش كلمة ممتاز، ما خدناش بالنا منها، قرأنا تاني لقيناها كده، يعني عيد المسألة كذا مرة عشان تقدر تجيب معلوماتك كاملة. فالاختيار بتاعنا طلع 8 على 5 اللي هو 1000. تمام، يبقى رقم 9 هنختار رقم الف اللي هي الاجابه بتاعتنا. نشوف السؤال اللي بعده. وصلنا للتمرين رقم 10، شايفينه 10. بيقول لي اذا كانت القوه ق بتساوي 15 في اتجاه س ناقص 25 في اتجاه ص زائد 40 في اتجاه ع تؤثر في نقطه الف، احداثها سالب 3 وسالب 3 و2، فان مركبه عزم القوه ق حول محور الصادات بتساوي نقطه. طيب نرسمها كده مع بعض يا شباب. انت عارف طبعا عشان تجيب عزم القوه بصفه عامه، لانه طلب حاجه محدده، عايز الصادات، فانت هتعمل ضرب اتجاهي وتاخد الصادات بس. تمام، يبقى العزم حوالين نقطه مين؟ مركبه ق حول محور الصادات. عزم القوه ق بيساوي هناخد القوه في ذراعها، يعني تقول واو الف لانه بيأثر في نقطه الف، عايزين حول محور الصادات، تقول واو الف ضرب اتجاهي ق. ماشي، ده العزم اللي عندك، فنعمل ضرب اتجاهي للقوة في ذراعها. تمام، هو بيأثر في نقطة أ اللي هي إحداثيها، يعني القوة عندك هنا بتأثر في نقطة أ. تمام، والقوة كان إحداثيها اللي هي 15 وسالب 25 و40. تمام، يبقى أنت بتجيب الأول الذراع في القوة، الذراع اللي هو أ ناقص واو يعني. تمام، فتبقى أ موجودة معاك اللي هي هنا طبعا يا س، طبعا يا شباب وناس مصاب، يعني هو عايز حول الصاد بس، يعني أنت لما تيجي تفك المحدد هتاخد حول محور الصادات فقط. تمام، فأنت تجيب النقطة الأول اللي هو أ ناقص واو أ اللي هي أ ناقص واو، تطلع زي ما هي أ اللي هي سالب 3 وسالب 3 و2، وهنا القوة كان جايبها 15 وسالب 25 و40. يبقى انت هتفك الصاد بس مالهاش دعوه بالسين، لما تيجي تاخد الصاد خدها بالسالب، تقوم سالب صاد اهي، تلغي الصف وتلغي العمود وتضرب سالب 3 في 40 بسالب 120 ناقص 2 في 15 ب 30، والاشاره ايه؟ طبعا سالب 2 في 15 ب 30، يعني ده في ده ناقص ده في ده، القطر الرئيسي ناقص القطر الفرعي. تمام؟ فيطلع سالب 150 في سالب تبقى موجب يعني، يعني يطلع 150 في اتجاه صاد. تمام؟ يبقى المسألة بتاعتنا هيطلع الناتج بتاعنا يا ولاد 150 موجودة اهي رقم اي جيم. هو عايز بقى مركبة العزم، تقول له مركبة العزم حول محور الصادات بتساوي 150 وحدة عزم، لازم مركبة تطلع بكام؟ 150 في اتجاه الصادات. خلاص، يبقى الإجابة بتاعتنا رقم ب. تمام كده يا شباب، فهمنا؟ ناخد بالنا هو عايز حول محور ايه، فأنت بتشتغل عادي، يعني العزم بيساوي الذراع في القوة وتعمل ضرب اتجاهي، ما تجيبش الناتج الكلي، لا هو حدد لك حول محور الصادات، ممكن لك السينات العينات عادي، أهم حاجة تبقى عارف إن الإشارة بتاعتك هنا موجب هنا سالب هنا موجب، وتحل التمرين بتاعك عادي خالص. طيب السؤال اللي بعده رقم 11 بيقول لي القياس الجبري لعزم الازدواج لمجموعة القوى الموضحة بالشكل يساوي ناقص ثقل كيلوغرام، هل سالب 60 ولا سالب 10 ولا 10 ولا 50؟ هو عايز هنا القياس الجبري لعزم الازدواج كله. طيب احنا رسمنا التمرين يا شباب، هنا كان 2 متر و2 متر وهنا 4 متر. طيب عايزين نجيب القياس الجبري لعزم الازدواج، طيب نعمل ايه؟ لاحظ المحصله عندك هتساوي الاولى 40 ناقص المجموع اللي تحت اللي هو 25 15 زائد 25، فالمحصله اللي عندك هتبقى بصفر لان اللي فوق بيساوي اللي تحت، طالما اللي فوق بيساوي اللي تحت يبقى فيه يا اما في اتزان يا اما في قيمه للمحصله او عزم القوه حوالين اي نقطه هنوجده. تمام، هو عايز بقى القياس الجبري لعزم الازدواج المجموعة، يبقى هنختار مثلا طبعا ده الناتج طلع بصفر، المحصلة بصفر، فنجيب العزم حول نقطة الجيم ونحسبه، أو نقطة الجيم عشان نلاشي ال 40 اللي فوق، فتاخد 15 في 4 ناقص 25 في 2، 15 في 4 ب 60 و 2 في 25 ب 50، هيطلع الناتج ب 10، يبقى عزم الازدواج اللي عندي هيطلع 10 ثقل كيلو جرام في متر. تمام، يبقى لو حسبنا اللي فوق بيساوي اللي تحت، يعني هنا في المحصلة بتاعتك محصلة القوة صفر. طب نجيب عزم الازدواج بقى، هو عايز عزم الايه؟ عزم الازدواج اللي عندك، عزم الازدواج هيساوي ايه؟ اقول له ال 15، اجيب العزم حول نقطة الجيم واحسبه. تمام؟
يبقى احنا شباب طالما لقينا المحصلة بتساوي صفر يبقى عندنا احتمالين. الاحتمال الأول يا إما المجموعة هتبقى متزنة، يعني لو جبت العزم حوالين النقطة وطلع بصفر يبقى المجموعة متزنة. جيت العزم تجيبه حوالين النقطة ولقيته برقم يبقى المجموعة تكافئ ازدواج. هو قال لك في المسألة إن هي تكافئ ازدواج، يبقى فعلا يبقى أنت لو جبت العزم حوالين النقطة مش هيطلع بصفر. اخترنا نجيب مثلا، جبنا العزم حواليها وقلنا 15 في 4 ناقص، لأن دي كده أنت بتجيب دي مع عقارب الساعة موجب اهيت في 4، وديت إيه الإشارة عندك؟ أه دي سالب، نصلحها تاني كده. عزم حوالين جيم هنا سالب 15 في إيه في 4، وهنا 25 في 2 فتبقى سالب 60 اللي عندك زائد 50 تطلع سالب 10. تمام، يبقى احنا عندنا مجموعة بتكافئ ازدواج معيار عزمه يبقى سالب 10 سكر كيلوغرام، موجودة عندنا رقم ب يا شباب. خد بالنا من الاتجاهات بتاعتنا واحنا بنعمل، فهمنا كده؟ ممكن طالب يختار اي نقطة، يختار مثلا العزم حوالين الف، تعالى اتأكد كده العزم حوالين الف بيساوي ده، يبقى انت عندك القوة اللي هي 25 هتحسبها 25 في الباي ده كله كده بتلف ايه؟ عكس عقارب الساعة، يبقى 25 في 6، وهنا ال 40 بتلف ناقص 40 في المسافة اللي هي 4. اضرب 25 في 6 يبقى 150 ناقص 160 تبقى سالب برضه ايه 10 سكر كيلو جرام، فعلا نفس الناتج اهو. فهمنا؟ يبقى احنا يا اولاد طالما المحصله بتساوي صفر يبقى عندنا احتمالين، يا اما المجموعه هتكون متزنه، متزنه لو انت جبت العزم حوالين النقطه وطلع بصفر. طب الكافي ازدواج امتى؟ لو انت جبت العزم حوالين النقطه وطلع بناتج ايا كان بقى الناتج، فهو عايز الناتج ده، يقول لك هي تكافئ ازدواج. فعلا كلامه صح، لان جبنا العزم حوالين النقطه ما طلعش بصفر، هي مش المجموعه مش متزنه، متزنه لو كانت المحصله بصفر وعزم القوه حوالين اي نقطه بيساوي صفر. فهمنا؟ فناخد الاجابه بتاعتنا رقم ايه بقى؟ ناخد بالنا من الاشارات ونعيدها تاني. شوف احنا ما حليناها نسينا الاشاره فالناتج غلط، لا فبنعيده تاني، فمحدش يعني ايه يتسرع وما تلخبطش، يعني انت ممكن تبقى فاهم الفكره وتيجي في اشاره تضيعك، لا خد بالك وانت بتحل بهدوء خالص. يبقى دي مساله رقم 11، خدنا الاجابه بتاعتنا رقم ب، شايفينها صفحه 188 في كتاب المعاصر بنك الاسئله يا اولاد نسخه 2021. تمام، وهي دي برضو معاكم لو الكتاب ما حد معاه كتاب قديم، كتاب بوكلت ده برضو بوكلت رقم 10، ولكن هي جايه في صوره تانية. النظام اللي هو الاختياري، الاسئله كلها متحوله اختياري ومزودين عليها ومعدلين في الايه في المسائل يعني. تمام، عشان ايه لو حد معاه نسخه تانية يعني هو نفس النسخه نفس المسائل يعني بس متبدله ومتلخبطه شويه. طيب انتوا طبعا تابعوني هتفهموا اكتر بورقه وقلم. طيب السؤال اللي بعده رقم، وصلنا رقم كام؟ رقم 11 قف واحد وقف اتنين قوتان متوازيتان، دي 12 يا ولاد، رقم 12 اللي هي الف ودي، قوتان متوازيتان متضادين في الاتجاه تؤثران في نقطة ألف وب على الترتيب، وكانت القوة الأولى أكبر من القوة الثانية، إذا كانت المحصلة قف واحد وقف اتنين معيارها 90 سكر كيلو جرام، وتؤثر في النقطة ج بتنتمي المستقيم بألف حيث ألف ب بيساوي 36 سنتيمتر وألف ي بيساوي 16 سنتيمتر، فإن معيار قف واحد بيساوي نقطة. طيب هنرسمها مع بعض، ويقول لك هنا قف واحد وقف اتنين قوتين متوازيتين. طيب متوازيتين ومتضادتين يا ولاد، طالما متضادتين يبقى المحصله تبقى مع قوة كبيرة وبره، ماشي؟ فاحنا نعمل كده قف واحد وقف اتنين، مين فيهم نقرا كده كام الاتجاه؟ قال لك قف واحد اكبر من قف اتنين، تمام، المحصله هتكون مع قوة كبيرة. رسمنا الخط كده مثلا، وهنا انا هنا قوة كبيرة وهنا قوة صغيرة، هما اتجاهين متضادين، يعني القوة الأولى هنا وهنا القوة التانية، وعلى طول المحصلة بتيجي في اتجاه القوة الكبيرة بره، دي حافظينها، هذا المحصلة مع القوة الكبيرة بره. تمام، دي المسألة رقم 12. طيب قال لي ايه تاني يا شباب في المسألة؟ تأثر في نقطة ألف وب على الترتيب، يعني هي ألف وهنا نقطة ب، وهنا كان في نقطة جيم اهي، ألف جيم 16، وقال لي ايه تاني؟ ألف ب 36 سنتيمتر. طيب هو عايز ايه؟ عايز معيار القوة الأولى. طيب معيار القوة الأولى امتى يا شباب؟ قوتين متوازيتين متؤثران في ألف وب والمحصلة موجودة، المحصلة جواب 90، حلو أوي. طيب 90 بتساوي اللي فوق ناقص اللي تحت، تمام. طب احنا عارفين يا شباب إن مجموع وزن القوة حول نقطة بيساوي عزم المحصلة حول نفس النقطة، لأن يعني المحصلة اللي عندك كانت كام؟ 90، لو جبنا عزم المحصلة اللي عندك حوالين نقطة ب بيساوي عزم المحصلة حول نقطة ب، يبقى ناخد بالنا من الكلمة دي، نقول مجموع عزوم القوة، مجموع عزوم القوة يا شباب حول نقطة، نختار مثلا نقطة ب،
يعني نجيب مجموع الهجوم كلها حول نقطة ب هيساوي عزم المحصلة حول نفس النقطة، مجموع هجوم المحصلة حول أي نقطة بيساوي عزم المحصلة، مجموع هجوم القوة حول أي نقطة بيساوي عزم المحصلة حول نفس النقطة. احفظها، القاعدة مهمة جدا، لأنه جاب لك المحصلة ما جابلهاش قاف واحد وقاف اتنين، فدي مشكلة. تمام؟ فأنت تعملها إزاي؟ تعمل بالقاعدة دي. لو أنت حسبت عزم المحصلة حول نقطة ب هو نفسه مجموع هجوم القوة كلها حول نقطة ب. تمام؟ يبقى مجموع هجوم القوة حول نقطة ب بيساوي عزم المحصلة حول نفس النقطة اللي هي نقطة ايه؟ ب. مهمة جدا القاعدة دي، دي في حالة لما يجيلك المحصلة والقوة مش موجودة وأنت عايز تجيب واحدة قوتين. فهتساوي 90 ديت لما تضربها في البعد كله، 90 اللي هي مجموع هجوم القوة بيساوي عزم المحصلة، عزم المحصلة 90 في البعد العمودي اللي هي 36 زائد ال 16، ده كان مجموع جمع 16 و 36، 16 زائد 36 عشان ما تتلخبطش، يبقى 90 في المجموع ده اللي هي ايه؟ عزم المحصلة. طب اللي قبل اللي احنا قلناه اللي هو مجموع هجوم القوة كلها، طب القوة الأولى تضربها في كام؟ في 36 اللي عندك، دي هتتلاشى، فاهمين؟ يبقى مجموع هجوم القوة يبقى ده مش دي خالص، لما تيجي تقول مجموع هجوم القوة يبقى مش المحصلة تغيرها خالص وتشتغل على القوة دي، وانت اخترت دي عشان تلاشي، يبقى انت اخترت ايه؟ ب عشان تلاشي احدى القوتين يعني، فتقوم واخد القوة الأولى دي في البعد بتاعها اللي هو 36. تمام؟ يبقى قاف واحد في 36 بيساوي 90 في البعد كله. تاني يا شباب، قاف واحد في 36 ده عبارة عن مجموع هجوم القوة حول نقطة، وال 90 في 36 زائد 16 اللي هي عزم المحصلة حول نفس النقطة. هتختصر بقى، يبقى قاف واحد بيساوي 90 في مجموع دول اللي هما 52 على 36، 90 في 52 على 36، ممكن نختصر 36 بس طب نعملها بالآلة، 90 في 52 بيساوي على 36 تطلع على طول 130 مرة واحدة، ممكن تختصرها بإيدك عادي يعني مفيش مشكلة خالص. يطلع الناتج 130 موجودة معانا يا ولاد، معيار قوة قاف 130، يبقى القوة الأولى سكر تمييزها سكر كيلو جرام، والمعيار بتاعها تقول 130. فهمتوا كده؟ الإجابة بتاعتنا تبقى رقم أ، شايفينها؟ رقم أ موجود على الشاشة يا ولاد قدامنا، قدامكم شايفين؟ رقم أ. وصلنا للسؤال اللي بعده رقم 13، بيقول لي في المسألة معيار عزم القوة ق بيساوي 40 جذر 2 نيوتن حول النقطة ب بيساوي كام سنتيمتر؟ طيب نرسمها كده مع بعض، احنا رسمناها يا شباب وحللنا القوة اللي عندنا، خد بالك أنا عملت عمود كده من هنا دي 135، تبقى دي ديت إيه؟ 45 درجة، دي الزاوية هنا لأن دي 90 ناقص نشيلها 135 تبقى دي 45 أهي، والزاوية اللي بعدها تبقى 45 برضه، فنحل القوة دي في اتجاهين متعادلين هنا وهنا، هيبقى 40 جذر 2 جتا 45، هنا 40 جذر 2 جا 45، حلناها في قوة المطرح مطرح القوة بالتمام بتاخد جيب التمام، وهنا تاخد الجا، وعايزين نجيب العزم حول نقطة ايه؟ ب اللي هي هنا، شايفين؟ طيب انت حللت قوة في اتجاهين متعادلين، دي خلاص اتلاشت، فعايز تجيب حول نقطة ايه؟ ب، فتلاحظ ان القوة اللي فوق دي بتبعد كام؟ 5، هي طول سالب 40، هجيب عزم المحصل، عزم المحصل يعني يا شباب حول نقطة ب بيساوي تاخد السالب 40 جذر 2 دي هي 45 في المسافة بتاعتك اللي هي بخمسة، ودي برضه بالسالب، سالب 40 جذر 2 في 45 في البعد ده يا شباب، المسافة اللي هنا كانت 3، كل حاجة موجودة في المسألة، مسألة مباشرة، جت 45 تروح مع جذر 2 تبقى سالب 40 في 5، وجذر 2 تروح مع 45 تبقى سالب 40 في 3، سالب 4 في 25 سالب، ونحط الصفر هي 2 هنا ايه؟ 3، جمعنا يعني يا شباب سالب 320. هو اسباب معيار، اه محدش اتلخبط في كلمة معيار في الأول، يعني الناتج بتاع سالب 320 يبقى المعيار بيساوي 320 نيوتن لسنتي. فهمنا الفكرة كده يا شباب؟ طيب شوف التمرين اللي بعده، وصلنا رقم 14، وضع جسم كتلته 4 كيلو جرام على مستوى ماء الخشن اليمين على الأفق بزاوية 30 درجة، ومع الاحتياج السكوني بينه وبين المستوى جذر 3/2، فإن القوة التي تؤثر على الجسم في اتجاه خط أكبر ميل بحيث تجعل الجسم على وشك الحركة الأسفل بتساوي نقطة. نرسمها مع بعض كده، المسألة رقم 14
ركزوا معايا كده يا شباب. بيقول لو وضع جسم قطعته 4 كيلو جرام على مستوى الميل الخشن، يميل على الأفقي بزاوية قصة 30. أدي المستوى الخشن بتاعي أهو، ماشي، ليه وزن، وهنا رد الفعل العمودي، وهنا الحل للوزن في اتجاهين متعاكسين. الوزن كان 4، هيتحلل في اتجاهين، يبقى هنا 4 × 30، وهنا يتحلل 4 × 30، وهنا الزاوية كانت 30 درجة، هنا 30 زي ما احنا عارفين يا شباب، الزاويتين دول زي بعض، متممات الزوايا المتساوية في القياس متساوية في القياس. هنا بيكون في رد فعل، وهنا في قوة أثرت عليه. نقرأ كده، زاوية 30 مع الاحتكاك السكوني. طبعا هنشوف الاتجاه الأول، يعني ميم سين كان بجذر 3/2 مس على شكل الحل. قوة تؤثر على الجسم في اتجاه خط أكبر من المستوى، في قوة في اتجاه أكبر من كده بتأثر لفوق أهي، هذه القوة بتاعتنا اتجاه لفوق، هو الجسم خشن، يبقى في قوة تانية عندك، قوة احتكاك سكوني تتولد، اللي هي ميم سين في راء، اللي هي قوة الاحتكاك السكوني اللي عندي، لأن الجسم على وشك الحركة. قال لك على وشك الحركة إيه؟ لأسفل. طيب انت عندك قوة الاحتكاك السكوني هتحطها فين؟ طيب هو قال لي ركز كده تاني كمان، عايزين نجيب القوة اللي ترجع الجسم على تؤثر على الجسم في اتجاه خط أكبر ميل، بحيث ترجع الجسم على وشك الحركة الأسفل. طيب احنا مش عارفين يا شباب يعني ايه اللي هيحصل في الجسم، فهنقارن. يعني هتقارن بين مين وين؟ هتقارن بين المحصلة، بين الح اللي عندك دي هو الاحتكاك دي، وهتقارن بمركبة الوزن اللي عندك دي. ولو كانت الح واحتكاك السكون أكبر من مركبة الوزن، إذا الجسم يكون مستقر، الجسم يكون مستقر على مستوى. تعالوا كده نجيب المعدات الأول، ر تساوي 4 × 30، يعني جت 30 بجذر 3/2 يبقى ر بتساوي جت 30 بجذر 3/2 يبقى تبقى 4 × 3/2 يعني سكر كيلو جرام. ومركبة الوزن في اتجاه خط أكبر ميل، مركبة الوزن اللي هي 4 × 30 دي مركبة الوزن، احنا جبنا اللي هي 4 × 30 دي، تطلع معانا 4 × 30.5 تطلع ب2 سكر كيلو جرام. يبقى رد الفعل اللي فوق طلع معانا ب2 جذر 3، ماشي، وعندك مركبة الوزن ب2 سكر كيلو جرام. تعالى نجيب قوة الاحتكاك السكوني اللي عندي، ح بتساوي ميم سين راء، معامل الاحتكاك السكوني جابه بجذر 3/2، ورد الفعل انت طلعته ب2 هيطلع بجذر 3 سكر كيلو جرام. طيب لاحظنا ايه يا شباب؟ لاحظنا ان ح، بما ان ح المرة دي طلعت جذر كام؟ جذر 3، والتانية مركبة الوزن طلعت ب2. طيب مين الأكبر؟ جذر 3 بتبقى 2 وكسر، يعني جذر 3 الحا اللي عندك أكبر من مركبة الوزن. طيب احسبها تاني كده، دي جذر 3/2 في ر، رد الفعل كان بكام؟ رد الفعل ب2 جذر 3، كتب ب2 بس احنا بنحل. نرجع تاني كده، ح بتساوي ميم س في ر، رد الفعل جبته ب2 جذر 3، ب2 جذر 3، فالاتنين هتروح مع الاتنين، وجذر 3 في جذر 3 تطلع بكام؟ ب3، 3 سكر كيلو جرام. ركزوا كده يا شباب تاني، مركبة الوزن جبناها اللي عندك اللي هي ال 4 × 30 اهي طلعت ب2، وح بتساوي ميم س في ر، يبقى جذر 3/2 × 2 جذر 3. قوة الاحتكاك السكوني اللي عندك تساوي عامل الاحتكاك السكوني في رد الفعل العمودي، فيطلع ناتج ب3. انت لاحظت دلوقتي ان ح اللي انت طلعتها طلعت ب3، التلاتة اكتر ولا مركبة الوزن؟ طبعا التلاتة اكبر، لان قوة الاحتكاك اكبر من قوة الوزن، فالجسم هيبقى متزن، يعني الجسم مش هينزلق، هيفضل في مكانه، لان الاحتكاك اكبر من التقل اللي عندك، ده اكبر من ده، فيفضل مستقر في مكانه، تمام. فاحنا عايزين اقل قوه تجي على الجسم ده على وشك الحركه الاسفل، يتحرك للاسفل. طب اقل قوه ايه اللي هتخليه يعني على وشك الحركه؟ طيب اقل قوه لازم الاثنين يتكافئوا، ده تكافئ ده، فانت لو طلعت ان ح س الح دي طلعت ب3 وطلعت دي ب2، تمام. طب اقل قوه تجعله، اقل قوه اللي هي الفرق بينهم، دي 3 × 60 بيساوي 1، ده اقل قوه، واكبر قوه اللي هي 5 × 3/5، وأقل قوة تبقى بواحد، اللي الفرق بينهم يعني شباب قد قوة تخليه لتحت يبقى بواحد، وأكبر قوة تكون ب5، الفرق والمجموع يعني، لو تفتكروا من تانية سنة والكلام ده، اللي هي القيمة العظمى والقيمة الصغرى، كنا بنجمعهم قاف واحد زائد قاف اتنين
قوتين دول زي بعض او نطرحهم من بعض. طب تعالى كده نكمل الكتاب عشان ما يتلخبطش. احنا دلوقتي يا شباب تاني كده الجسم مالوش على وشك حاجه، احنا عايزين القوه اللي تخليه اقل قوه او القوه اللي تاثر على الجسم اكبر من بحيث تجعل الجسم على وشك الحركه للاسفل. عايز ايه؟ القوه التي تؤثر على الجسم تجعله يتحرك ايه لاسفل لتحت. يبقى القوه في عندك قوه صغيره وقوه ايه قوه كبيره. اصغر قوه تجعل الجسم على وشك الحركه للاسفل هتبقى بواحد، واكبر قوه هتجعله كام؟ بخمسه. خمسه دي هتخليه متزن في مكان. اكبر قوه تجعل الجسم على وشك الحركه لاعلى تخليه يتحرك لفوق بخمسه، وقوه اقل قوه تخليه او قوه تجعله الحركه الاسفل هي بواحد، فناخد واحد. تعالوا كده نكمل الكتابه بس ونفهمها ونعيدها تاني وتالت عشان تفهم. احنا عندنا هنا ح طلعت اكبر من مركبه الوزن. اوضح الكلام كده. بيبقى ان ح هو الاتكاك السكوني اكبر من مركبه الوزن في اتجاه خط اكبر ميل، في اتجاه خط اكبر ميل. اذا الجسم هيبقى مستقر، الجسم هيفضل في مكانه لان احنا جبنا الوزن مركبه الوزن دي لقيناها اكبر من مين؟ من قوه الاحتكاك السكوني طلعت اكبر من الوزن. الاحتكاك السكوني يعني الجسم الاحتكاك اللي عندك اعلى اكبر من الوزن، فالجسم هيفضل في مكانه شويه لان وزنه اقل من القوه الاحتكاك، لكن لو كان الوزن اتقل كان هينزلق. فهو عايز اقل قوه تجعل الجسم يتحرك لاسفل، الاسفل دي تبقى بواحد، الفرق بين القوتين قاف اتنين اصقاف واحد، واكبر قوه تجعله الحركه الاعلى تبقى ايه؟ يبقى بكام؟ تبقى بخمسه. عشان لو طلب منك اكبر قوه يبقى قوه تجعله الحركه الاسفل تبقى بواحد. تمام؟ يبقى الجسم يبقى مستقر. هقول له اذا اصغر وقت، الكلام ده مهم جدا يا شباب، اصغر قوه تجعل الجسم على وشك الحركه الاسفل تجعل الجسم على وشك الحركه الاسفل تقول 3 ناقص 2 بيساوي 1. يبقى الإجابة بتاعتنا نختار واحد يا شباب اللي هي رقم ألف، دي أقل قوة. فهمناها؟ يبقى تاني كده المسألة، هو ما قالش في المسألة يعني جسم على وشك الحركة أو أي حاجة، ده إحنا عايزين القوة اللي هتخليه على وشك الحركة الأسفل. فتاني هشرحها أهو يا شباب. هذا الجسم موضوع ليه وزن هنا واو جا ها، وفي احتكاك سكوني. أنا عايز أعرف الجسم ده هينزلق ولا يفضل في مكانه، فكنت بقارن لقيت إن واو جا ها الوزن يعني مركبة الوزن طلعت هنا، حسبناها طلع الناتج معانا بكام؟ طلع معانا بتاع الوزن باتنين، وزنه كان باتنين، والاحتكاك السكوني هنا كانت قوته بتلاتة، تلاتة ثقل كيلو جرام، ودي اتنين ثقل كيلو جرام حسب ما كان جايب لك بقى التمييز في المسألة، ثقل كيلو جرام ماشي. فطالما الاحتكاك أقل فالجسم هيفضل مستقر في مكانه. هو عايزين نعرف القوة، أقل قوة تخليه يتحرك لأسفل، أقل قوة هتأثر على الجسم تخليه يتحرك لأسفل، أقل قوة هتبقى بكام؟ بواحد ثقل كيلو جرام. يبقى أصغر قوة تجعل الجسم على وشك الحركة الأسفل بتساوي 1 سكر كيلو جرام، يعني القاف دي لو كانت واحد دي أقل حاجة هتخلي الجسم يتحرك لإيه؟ لأسفل. طب القوة اللي عندك ديت اتجاهها هيبقى بكام بقى؟ تأثر على الجسم يعني هتبقى اتجاهها كده ماشي، القوة كانت في اتجاه خط أكبر منه، يبقى القوة اللي هتأثر على الجسم كده عشان يتحرك لأعلى هتبقى واحد، لأن واحد لما يتضاف على اتنين هيديك تلاتة فهيتحرك لأسفل. فاهمين؟ وأكبر قوة تخليه فوق يبقى بخمسة. السؤال واضح أهو بقى، سهل وجميل أهو. يبقى تاني يا شباب الجسم اهو، اقول تلات مرة الجسم اهو، ركزوا. جسم مركبة الوزن بتاعه وزنه هو وزنه الافقي، مركبة الوزن بتاعه اللي محلناه في الاتجاه ده لانه على مستوى افقي، وزنه كان كام بكام؟ الوزن عندك كان بتلاتة، وزنه بتلاتة، الوزن كان باتنين، الوزن كان باتنين اهو، ركزوا معايا الوزن اتنين، والاحتكاك اللي عندك قوة الاحتكاك اللي بتحك في الجسم كده توقفه في مكانه كان قوتها بتلاتة اقوى. فبقول لك اقل قوه هتاثر عليه عشان يتحرك لتحت القوه دي، لان هنا قال لك القوه ملهاش اتجاه في المساله، يعني هو في التمرين وضع جسم وزنه على مستوى افقي فان القوه تؤثر على الجسم، ما قالش اتجاهها، ما قالش فوق ولا تحت. فانا عشان كده وقفت في الاول خالص وعدنا وقعدنا نفكر فيه، فالقوه دي انا مش عارفها. فانت عايز تعرف الجسم ده القوه اللي تاثر عشان يقع لتحت، لقيت ان الاحتكاك اللي عندك ده بثلاثه وهو وزنه باتنين، فاقل قوه هتزقه توقعه بواحد تضاف عليه اتنين، واقل قوه هتزقه لفوق هتبقى بخمسه، مجموع دول يعني فهمتوا؟ يبقى اقل قوه تجعله الاسفل تبقى بواحد، واكبر قوه تاثره لفوق تبقى بايه؟ بخمسه، عشان لو طلب منك العكس في الامتحان. تمام يا شباب كده فهمنا التمرين.
دي مسألة غير معتاد في حل المسائل اللي خدناها اللي فاتت، مسألة غير معتادة. يبقى الجسم عندك على مستوى خشن، يبقى الخشن اللي عندك ده اهو هتشوف القوة الاحتكاك السكوني بكام، تقارنها تطلع بتلاتة. احتكاك قوي يعني في خشونة كبيرة أكبر من وزن الجسم، فعشان الجسم يتزق يقع لتحت محتاج واحد قوة، وقوة مقدار واحد، عشان لما تضاف على الاتنين اللي هي الوزن بتاعه وزنه اتنين والاحتكاك بتلاتة، فالواحد لما يضاف على الاتنين هيزق يوقع لتحت. طب يزق أو فوق محتاج كام؟ محتاج خمسة، يعني القوة تبقى ايه؟ خمسة عشان تزق، قوة تكافئ الايه؟ الاتنين مع بعض عشان تزق لفوق، وقوة تكافئ الفرق عشان لما تضاف مع الاتنين دي مع وزنه تبقى مخليها على وشك الحركة، تبدأ تزقه، تبدأ يتحرك. تمام؟ السؤال اللي بعده بيقول لي الف باء قضيب طوله 24 سنتيمتر ووزنه 5 سكر كيلوغرام يؤثر على منتصفه، يمكنه الدوران بسهوله في مستوى راسه حول مسمار، يدور حول المسمار يا اولاد، في مسمار قضيب واقف كده يدور حول المسمار زي ده كده مثلا، على نمط افقي املس فين كده، على مسمار افقي ثابت يمر بثقب، ثقب زي ده كده صغير في القضيب عند نقطه الجيم. تمام؟ يبقى القضيب اهو طوله 24 سنتي، ده القضيب اللي هو المسطره معايا مثلا، وبيدور حوالين ايه؟ في ثقب اهو يؤثر، ده وزنه في المنتصف افق ثابت يمر بايه؟ ثقب صغير عند نقطه الجيم، تبعد 4 سنتيمتر من النقطه دي، هنا مسافه 4 سنتيمتر، تخيل الشكل، مسافه هنا 4 سنتيمتر وطوله كله كان 24 سنتي. فإذا استند القضيب بطرفه على نضد أفقي، جه نضد أفقي أملس كده استند عليه، تمام؟ أملس وشد الطرف به، طرف به اللي فوق ده اتشد، ده المسمار مثلا أهو، واتشد هنا بخيط كده، جبنا خيط وشدناه حبل، أي الناحية طبعا عشان ما ينزلقش، هيمشي كده، تمام؟ يعني في مسألة، دي مسألة الزواج يعني يا شباب، يعني إحنا حلينا قبل كده في النموذج اللي فات. طيب تعالوا نرسمها كده مع بعض، هذا الأرض للنساء، المسألة دي بقى تتعود عليها عشان بتتكرر كتير. هذا الأرض الإيه؟ الخشنة ولا منساء؟ أرض منساء. وده المسمار بتاعنا، وده القضيب أهو، وده الطرف ب، وده الطرف أ، وده نقطة ج أهيت، قاف، وده ر، ر 30، ودي 5. القضيب كان بيأثر وزنه في المنتصف، هو كله كان 24 يبقى هنا 12، والحتة اللي فوق دي 12، وادي دي تبعد 4 تبقى دي 8. ماشي يا الأبطال؟ ده رد فعل طبعا بقى كده، ليه يا ولاد؟ يبقى في ازدواج، لأن دي 5 فلازم تبقى دي ب5، الوزن ب5 تبقى 5، دي مسألة حفظت يعني. أول ما يجيلك بالنظرة ده الوزن ده بيعمل ازدواج مع ده، يبقى دي 5 رد الفعل ب5، ودي قاف ودي كافئ ر. تمام؟ فأنت عندك فكرة الحل إن القاف اللي عندك وريه بيكون الزجاجة تعمل في البعد العمودي دي ب30 تبقى دي زي ب30، لو تفتكر بقى حلنا قبلها في الامتحان اللي فات دي ب30، يبقى ده المقابل للزاوية 30 دي نص الوتر، يبقى دي ب2. تمام؟ المسافة ب2، يبقى انت عندك القوة اللي هي قاف وراء تكون الزواج الأولاني، وطبعا الزواج الأولاني لما يضاف على الزواج التاني بصفر. الزواج الأولاني هنجيب قيمته، هنضرب القوة اللي عندك، القوة دي بتدور مع قرب الساعة بأسالة قاف في البعد العمودي اللي هو 2، يبقى سالب 2 قاف. تعالى نجيب بقى الزواج التاني، الزواج التاني مقداره ايه؟ ده الزواج الاول، وعندنا الزواج التاني اهو اللي هو الخمسة، يبقى 5 بتلف الاتنين مع الخمسة دي، وهنا دي مقابل نص الوتر، يبقى دي 6، يبقى البعد العمودي ده 6 جذر 3. تمام؟ يبقى انت عندك هنا 5 في البعد العمودي بين القوتين اللي هو 6 جذر 3، يبقى بيساوي 30 جذر 3، ده العزم اللي هو ايه؟ التاني. يبقى انت هتجمعه مع بعض اللي هي 30 جذر 3، يبقى بما ان العزم الاولاني زائد العزم الثاني بيساوي صفر، الزوج الاول زائد الزوج الثاني بيساوي صفر. اذا عوض الزوج الاول هو سالب 2 قاف، والزوج الثاني هو 30 جذر 3 يساوي صفر، يبقى القاف تساوي 30 جذر 3 على 2 بتساوي 15 جذر 3 سكر كيلو جرام. تمام؟ يبقى الاجابه بتاعتنا مسألة اتحفظت ومسألة جميلة يا شباب، ومن أحسن المسائل اللي بتيجي، خلاص جميلة جدا بتاعت الازدواج دي، يعني تبقى عارف هو يعني أنت بالطول، لأن هنا ده أملس، فلو هينزلق كده اللي عندك فلازم قوة شدة تمسكه، يعني لو عندك قضيب أهو عشان ينزلق لازم يتربط بحبل، فرد الفعل مش عارفين المسمار فين، فهو بقى يعمل ازدواج مع ده، استنتجناه لأن فينا ازدواج هيوقفوا ازدواج،
في الزواج، يبقى في الزواج ماشي 15 سؤال. شوف السؤال اللي بعده رقم، خلاص كده شباب يبقى قاف. هنحتاج الإجابة بتاعتنا نعلم على رقم ألف، ما تنساش تعلم على الإجابة، لازم تعلم على الإجابة. طيب رقم 16، عزم القوة قاف بيساوي 15 جذر 11 نيوتن حول نقطة واو بيساوي نقطة. نرسمها مع بعض كده. هنا 15، نقطة قاف بتأثر من هنا لحد هنا، دي نقطة احتسيها طبعا بتقع على محور العناد، يعني السين والصاد بصفر، يبقى صفر وصفر.